أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: شخص أتى إلى السعودية للعمرة، ولما انتهى من العمرة أتى إلى الرياض لزيارة أقاربه، والآن يريد العودة إلى مكة للعمرة قبل الرجوع إلى بلده، فهل في ذلك بأس؟ هذا الطيب، هذا الطيب أنه يمر على مكة ويأخذ عمرة ويسافر لها له، زيادة خير. نعم.